بسم الله الرحمن الرحيم مركل كلان توا عن داود يالميل والبعد شوكتان إيه مقال كان داوانا إيسان هذا كهر هل كان مقال إذن كسو قد بني وقيت كان كساب سنة لبدر سنة يوها الشيخ محمد عبد الله حوش ومركاسي أحولي مدى يربونت لان آد كان درت أغور رما وشعل إنو درت أسو قد بيو درت أولي بلا قران وايس لقيت كان أوكالي وشيخ هرو يري ومدو حوتا غانا قران واه لكن ما هي أنا جا جرام ويني ما جا كلاه أول بكون أحسن إيه أنفع بدن أو جيت كن ليه هانو ناو شاري قالت وحن قص الله بنا مركل بل هذا درس جي صدحات إيه فأيدو ينك أجوب بدن أو جيت كن ليه ولا جف أيدو إن أنا أشوف الناس وجد بيو شيخ أيام ميكروفون كورة تدونا سجى كهر ليا بل فأيدو ينك أو جيت كن ليه شيخ محمد سرد ومركل جوه الرئيس وان كاجم هل علنا يا الله يا مهدل آمين أدنى وان كاجم هل علنا يا ند أمد على سوماليات المسلمين تا وحكست أو أنفع على أما وناق لا أدوسه قد بيسو جيت كم حاط تري أنا جرّم وين جرّم وما واحد ربع بالجيت كم بالفائدة كلا أولية هاي أو تيارات كشيء كهيسى وين وذوقنا بالجيت كم فائدة كلا أولية هو كجسي وناق سيء قلبت صاروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما هذا إله باله وناق سجاله فينا سجاله إنه قفك وإسفانية وح وحماش كجرت معها واحد حقول دي سعيد وعلم عن صوبرتي صفي عن ونثان جامعة وآذي وصوبرت علمي الهورتيكلتر وعلمي قا درتا ونيجي هرو ندي مقع جيت كستاب مقع يبه يعيدو كتر سنة هبولية وحين نوجوك تي فائدة قد بولية وكسو قد بولية أنا جا كرام بيني، ما جا عيسو حاله يرادا بروبسوبسس. سفيان أو ما جا حنا. وما جا عان. وحاله يرادا في عربي الغاف بالي رادا. وحاله يرادا جد يهود معها. جد كيهود وحديث كرسول كدوشة عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم غرقت بالي رادا. جد كان معها. جد كان حكمية خيرات كأمدة سومريات بكميتية. ما أنت وحن كهلي نقد لحتى ينتهي. جد كي أقون ضر أي كلفتي. سيدي الربي إن الله هجاجين وسكبحي وده بجيستي وده بجيستي لا أنتي سلقة ما فائدة سن هاسكي سلقة ما فائدة سن رحشي سلقة ما فائدة سن أبغادي سلقة ما فائدة سن عارف كيس حوله إلعن لقى ما فائدة سن بره نقدم بيد دفكة أنتي بوري وحكة لقصو بيعونه جيت كي أضيع عن ما أنت بقى محن كارلينا ملك أن جيت كان لهجاجيني سعيد أدر واسدان وين؟ سودان ويليا. سفي عن ها هذا ساوي شيء دان داود يال الشيخ محمد وقام هاد علنيا جيت كهاد دلوك وشيفا. ها. ومعناها مهلين إن لا دق عليه إن جيت كسيد أور الربي أو أنفع كويان لعلاص ما يوم كرلو تاعو. نعم. أو كرلو بحيو. جيت كتر عنو أجن أي مرك كرلو بحنا يو أما الربا إنه أنفع يشو أو هاس يشو إن هذا لقى صار دسو لا ما هم مرت قلوا عن لقى شلو كرو بحه سانة وكصعده. لكن هذا صير لما سمعين جيت كم كاسة وسيد أور الربي هاس وسجات يفتح يا شيخ. وحكوه حق مرك. ها. جيت كم مرك ودي يعني. ودي يعني يا عمر. فإذا إنك يسوى حكمي إنه جيت كان هاس قالوا مرك هاد قشيد القاف. ودنك إمارات لوري تدواتنك أي جو من مدقاتين وري مشرينن حافيسوا وين مشرينن جيت كان بروحه أها جيت هوستي سلي سقوي ما ده أول قشره والأرك دونا سوا مصورا جيت كي انتيل هبيجي لورد سي إلى يمتر يبر لبا متر لقعد دقي جوري لقعد دقي حافيس لقعد دقي حرة حولات لقعد دقي هول لقعد دقي مشي ومدة أي سقوي من هين أين وقع قنصين إنه هي جيتك محبة ذا، ومرك جيتك أدوقف سنة علمية سويه، مرك جيتك نعفي يسوي حاكم إذا وجري، هاس بكون غنيا، وحكون غنيا إلهي كوب اسم الديدة ماشي أيدك كسه هي الهيان، وحك كوب بعدني نرتي فرح بنيد اللجوء نيو، أيدك غير جراجة هي، أي نقدان مال أيدك يهن يقول كسب صدام، محيلا سقو لكن كيسوي حاكم إذا وحكم إذا نرتا دلقات كأوله. أون كدرن حيد الكيسو وهو بيكسر قادنا يا كونتن متر. آت جروب يا ملفق وقطعنا. ها لحب الأرض بكوب حيا بيلا عن هذا روب كل لحب الأرض نرتو وصدح مد عجار كدادي صح. إيه مد سرد كورن إيه بجرين يا ضو هذا عجاره إيه مد أود حيسه يسوى مد أود حيسوي عجار كيسو ومقو بإذن الله تعالى
أبغادي سو سنة كذا نبغى قدو وحمرك وفاء إلي سنة سا إن الهوس كده جتيد إنه كوع عارين هاي لما جاري نعفي جي سكرته أو أحولها يدك كسيبك فاء إلي سنة هاي هذا ما أنت وحن تاجنا هاي سيدي وكون غلها وحوس له أهر له تدك هرصدا أو هدك هرصدا أن وعي هاي عاد بس شيخ ما هتصنت هاي سيدا ونعكسن عمرك عاد جيت كنوع فاء فاء سي أن هذا جيت كن لكو ولا تشيفا وضيعي ها عاد بضيعي haddii aan rabo marka inaan hagaajiyo oo geedkan aan ka dhigo ahay geed hoos leh ahay saw galay waxaad u galeysa sifaa geedku markuu soo baxo markii hore wuxuu ka bilaabay geedkan laambal waxa laga beeraa iniin sifaa iniintiisa kiiladii hal kiilo asaga waxa ku jirta 10,000 oo geed buu noqonayaa waa geed barakeysan way wax iniinta markay ku soo baxdo laambad ka dooranaysa bartanka central branch balada tan bartanka ah waxaad u diidisa lamaha banaanka baad u diidisa waa jaraya lamaha waa jaraysa laantaas aad deysanaysa ilaa iyo meter iyo bar ilaa iyo 2 meter 2 meter markuu gaaro baad korka goynaysa korka goynaysa ilaa uu dhumac ku yeesho markuu geedka dhumac ku yeesho ayaa dhumacdiisa waxa qaadaysa hoos badan iyo lama badan markaas aad deynaysa waxaad ka joojinaysa goynta aad goynaysid lama lama dusha uu ku baxaya hoos buu yeelanaya mas sida masawada soo socda oo arki doono isagoo balanbal laga dhigay balanbal laga dhiganaya way is qabsanaya guriga lagu shiro noqonaya meel dad isugu yimaadaan noqonaya meel lagu tashado noqonaya guri buu noqonaya waaye hadda waa markaan u dayacan yahay marka maadaama la rabo hooska sidaas waxaan ognahay dhirta ama shayga marka laga shaqeynayo oo la rabo inuu hoos noqdo qofku waa geed u beertay waarun laakiin geedka saga iskiis ka baxay waaye halkan uu ku yaala waaye waynu ogna saas oo dhanba hadda uu badan yahay waa run yaa ka shaqeynaya oo iimaanaya oo geedka saacad rabto oo habeenaya la geedka waa kan hadar cidba uma iman moogtay Soomaali geedka ma kala leh waa run yaa geedkuna marka la habeenayo waynu qof oo hadda guri markuu geed ku yaalo qofkii la haaba habeenayo geedka hagaajinayo si qurux badan oo aanfa ku yeesho sameeynaa laakiin hadda geedkan yaa u habeenaya balla laas ku yaala waxa habeenaya horta ugu geedkan waa khayraadka ummada weey sifaa waa inta qorto marka la bartaan khayraadku ma dayahay oo geedkan aanu u faa'iido leeyahay aanu dib lahayn geedkani waa barakeysan yahay waxaanu dhaleeyahay baraka markii leedan nacfi badan buu leeyahay baan ka wada waxaan laga marmeynin marka in wax cilmi loo yeesho Soomaalidu dad maskax badan weey dad dantooda in badan garan karta weey marka ay soo jeedaan hadii dadkani dadka la baro waa in dadka la baraa geedkani waa geed wax soo saar leh oo wax soo saar leeyahay guri baa laga dhigaya wuxuu soo saar leeyahay laantiisa ayaa lagu anfacaya wuxuu soo saar leeyahay dhuxul baa laga dhigaya wuxuu soo saar leeyahay waxa laga dhiganaya maxan ku raadahay ee cagaar ay xooluhu cunaan waxa soo saar leeyahay abqa laga dhiganaya wuxuu soo saar leeyahay waxa laga dhiganaya ee farshaxan laamiisa laga dhiganaya marka wixii wax dayacan oo ma jiraan xoolaha dadku waa dhaqdaan sida xoolaha loo dhaqdo ba geedkan loo dhaqanayaa marka wuxuu baahanyahay in dadka la baro dadkuna waa ogol yahay inay wax bartaan ee 2098 wadankan Puntland baan waxaan lahaa wixii cumra alla u daaya waxaad arki doontaan caanaha geela oo farmashiyasha lagu gado ee timirta maanta waa lagu gadayaa geedkan hadda Sheikh Maxamed oo abqadiisi weey geedkan abqadiisi abqadan taa soo saaray asaas soo saaray maxay faa'iido leedahay tan hadda macalantiis laga yimaada calantiis waxa ma shaqteen bur laga sameeyo calantiis waxa laga sameeyay marka koobaad intii calanta gooni kiishash looga buuxiyo ayaa xoolaha la siinaya marka labaad ay dadku bartaan ayaa waxa lagu daraya mawaad baa lagu daraya si ay bur la cuno oo u noqoto laakiin waxa ka horeysa bal xool dadku ha noo dambeeyay xoolaha la siiyo waa kana waa abqadi abqadan sidii lowski oo kale taa loo karsanaya laakiin maanta waxaan taaganahay in xoolaha la siiyo bal dadka noo dambeeyay dadka xoolahan Soomaalida oo reer guureega inaan dajino la siiyo waxay cunaan xooluhuna saciido ogow xoolo loogu ma talagal inay socdaan xooluhu markuu fariisto oo tirsiisida wuxuu rabo ayuu ku siinay wax dhaftaa waaye geedkan qodax buu markaa leeyahay sidana wada ognahay qodax waliba dhaadheer oo dadka mudaysa waxa hadda markan dhulka soo socono meel weyn mudayso iyadoo qalqalan dhulka taala marka saga taabatan qodax buu leeyahay hadda halka madax gali karaan waaruun marka la sameynayo oo la rabo marka in anfacay xoolo cunaan laga sameeyo ha maxaa lagu sameynayaa lagacmi loo tagi kar maayo geedka waa ku midaya waa su'aal aad u fiican weyn wax badan arabta waxay ku mahmahdaa
جيد أي أدي شعري ونب وبح بجري وردي صحيح وردي بقى روس اسمه لي هذا روس اسكو وحقيمة كويا شيء قدح ده أولي روس اسكو وحقيمة كويا شيء قدح أولي نعم لا بس بارسوا بنيا ما ده لي هذا قدح هذا كدريس نحركة أو قدح أي بابا يسولو جبو فيني وشرا وحالك شنا يا قامك شالك شنا يا مالك كفك بارسق لك دونتا وواح وسهلا أو لقى قاشانته بيقول أحد يسنقون إسا مرك وقفك وهذا نعفي عليه سعيد آه كما هو على قشنا يا ماذا لقوب فينا يا ولا استبلايزر اللي هذا أو قد أحد أي نقون إسا واحد جل عصبة نقون إسا هذا في سميت كيس فادي سخره واتنا وكذا قد أحد ما بنا هذا أنت ناقلك ما بنا أنت أسكو لكن وحي كذب بيا وحبا لقوب فينا يا كما هو على قشنا يا غلوفس بار لكشانية واي لانتان هادير على انتا وكاسا يو انتان مشين بار لغوريا مشين بار لغوريا سي لوغو بحيو ماشي لوغو تلقري وحاكوسو بحيسا لانتي او عدرابا كوسو بحيسا سي لوغا ديغو ولاها فرشاحنك سي جانبار ايو كورس لوغا ديغو سي لوغا ديغا ساريرو سي لوغا ديغا محانكورا دا ساقف قريها لوغا ديغو intaan la gaarin qorgiisa weyna ayaa laanta ba intaas warshad lagu soo bilaabay haa ba dhowr aan faa'iido naagsan leh naxam waa ka cagaarkan intii la habeeyo ayaa xoolaha la siinaya waa ka saa buugan hadda waxa ku yaala magaciisi si fiican waxaan kaaga sheekeynaya geedkan ashjar alqaf ba jiraada ba magaci saxda la dhahaa alqaf ba af carabiga lagu jiraada borosopsisna waa afka ingiriisiga af soomaaliga waxa la jiraada annaga garan weynay ninka aan doktorka oo ila doktor fahd zaqti wa saaxiibkayga jaamacada jaamacada malik saud oo toban iyo dhowr sano macallin ka aha america hadda u laabtay kitaabkan buu ka qoray marka aan ka sheekaysana dayac haysta ilaahay ba iga sareeyay marka 98 kii puntland imaanayay waxaan watee boorsooyin ay iniinihiisu ku jiraan saanu beero si fiican ha laakiin ilaahay ma qadarin wax kale aan uga mashquulnay maanta joogtaa nothing too late maanta waxaan seesana fursad inaan ka faa'iideysan si fiican sida aad u wada jeedaan kitaabkan sheekh maxamed wuxuu yiri waa kitaab laga qoray geedkan haa macnaa anfaca iyo wanaag gooleeyay ee halka sare carabiga alqaf ku qoran وجدت كمجع السحرة اللي نو جرن وابين ونقع النهار الصومالي النهاي لكن شيخ وكسر تيستار أنت وحير ماها جيت كنا نفع كلوه فضل بدن بقولي جاي جرن وابين لما دهينا جا جرن وينو بحنا سيدو كلا إنجليزي برسبس صارا نعم وكلمة إنجليزي أو مركز وجدت كم إنجليز أفك إنجليزي وله ولا لكن أفك الصومالي جا مجع صح أقول له سمي ما شفته بوجن سيدو شيء ده كور كنا وحكى قرآن عالمهيسي وكوانا جيت كيو عادة وكي يلا راح يكتو سيسا بوغن ساقلق قرآن مكتاب كان ساقلق قرآن ساس لاتي جيت هذا وحان ربنا نقود بنا بالقيبة حكا لا أنفع يرد توسيرا يا قيبت هوسك أيان مركا نقود بيننا الشيخ محمد هدي الله ودلو قرادو نو قرادو وحان نكوعد سنة إنا مركز تجيت كان أنفع وليا وناقوليا كفا يستفع